صبية بالعشرينات من عمرها عم تشكي من تعب ووهن عام، حس خفقان بالقلب، عم تحس بدوخة بشكل شبه دائم، شعرها عم يهر، أظافرها عم تتكسر. استشارت إحدى صديقاتها، فخبرتها صديقتها إنه أنا كنت عم أشكي من نفس الأعراض، رحت عملت تحليل بالمخبر طلع عندي فقر دم، بلشت أخذ حب حديد، بعد فترة تحسن خضابي، ارتفع وراحت الأعراض. فبالفعل هالصبية راحت على المخبر حللت طلع خضابها 10. من المخبر راحت فورا على الصيدلية اشترت حب حديد بلشت تاخذ فيه. مر اول شهر ما ارتفع الخضاب، ثاني شهر ما ارتفع الخضاب، ثالث شهر كمان ما ارتفع الخضاب. طيب شو عم يصير بهالصبية؟ ليش ما ارتفع الخضاب؟ لتعرف معنا جواب السؤال التالي تابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور خالد جمعة، اختصاص في الأمراض الداخلية العامة. شو صار مع الصبية بالحالة السابقة؟ اللي صار انه سبب فقر الدم اللي عندها ما نوع عوز حديد، لهيك بدي تركز معنا هلأ وتحط هالكلمتين حلق بإذنك. أشيع سبب لفقر الدم حول العالم هو عوز الحديد، لكنه ليس السبب الوحيد لفقر الدم، فعنا أسباب كثيرة ومتنوعة. على رأسها يجي التلاسيميا، والتلاسيميا من الأمراض اللي شائعة في منطقتنا، منطقة حوض المتوسط شائعة فيها التلاسيميا، هي تشبه فقر الدم بعوز الحديد، خاصة من حيث حجم الخلايا، بالحالتين يكون حجم الخلايا صغير. في عنا عوز فيتامين B12، في عنا عوز حمض الفوليك أو الفيتامين B9، عنا أمراض الدرق ممكن تسبب لنا فقر الدم، عنا فقر الدم المناعي، في أنواع مختلفة ومتعددة من فقر الدم. ولا يجوز استخدام الحديد بدون تأكيد التشخيص، لهيك لازم نأكد التشخيص بالأول عبر تحليل الفيريتين اللي هو يعطينا مخازن الحديد بالجسم، أو تحليل السعة الرابطة إذا كان في حالة التهابية في الجسم، بعدين نبلش بعلاج فقر الدم بعوز الحديد. طيب هلأ رح ينطلنا حدا ويحكينا طيب إذا الحديد ما فاد ما رح يضر. لا يا صديقي، الحديد إذا ما فاد رح يضر، رح يعمل شيء اسمه هيموكروماتوز ثانوي. إذا أنت عم تأخذ حديد وجسمك ما أنا محتاجه رح يترسب بالأنسجة، يترسب بالقلب، يعمل لك مشاكل قلبية منها اضطرابات النظم، يترسب بالبنكرياس ممكن يعمل لك سكري، يترسب بالجهاز العصبي يعمل لك مشاكل عصبية، يترسب بالجهاز التناسلي يعمل لك مشاكل عقم أو عند الإناث اضطراب دورة وعقم إلى آخره. لهيك لازم ما نعالج فقر الدم بعوز الحديد بدون تأكيد التشخيص. أي فكرة مهمة جدا جدا جدا، لأنه إذا ما فادك وما كانت حالتك فقر دم بعوز الحديد رح يضرك الحديد. طيب إذا كان فعلا سبب فقر الدم هو عوز حديد، كيف رح تكون استجابة جسمك للعلاج؟ الاستجابة رح تكون إنه الخضاب يبلش يرتفع بعد الشهر الأول من العلاج، بعد الشهر الأول يصير يرتفع 1 جرام أسبوعيا، ونحن نعالج بالحديد لمدة 6 أشهر. أول 3 أشهر لنعالج فقر الدم الموجود، ثاني 3 أشهر لنعبي مخازن الحديد. الحديد يتخزن بالجسم على شكل مادة بنسميها الفيريتين، هيك بنكون عالجنا فقر الدم بعوز الحديد. إذا ما كانت حالتك عوز حديد، قد ما أخذت وقد ما سفيت حديد ما رح تستفيد وخضابك ما رح يرتفع. ومع الأسف أنا شخصياً شايف أشخاص عم ياخذوا حديد لمدة سنة وسنتين بدون ما يكون الحديد أصلاً نازل عنهم، يكون بالنهاية طلع التشخيص تلاسيميا، يعني الحديد اللي أخذوه على الفاضي وتراكم بجسمهم عملهم مشاكل رح تصير مستقبلاً إذا ظلوا عم ياخذوا الحديد. لهيك أي شخص يوصف حديد بدون ما يأكد التشخيص لازم نعمل فيه، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو بدنا نعمل.